اهلا ومرحبا بكم معنا مستمعينا ومشاهدينا الكرام في كل مكان عبر انفاس الورد. وصلنا بكم لفقره مع نرتقي مع ضيف الحلقه ايضا الاستاذ ايوب اسماعيل ادم الدينك. راحة كذا بسيط ما بين مزيدا من الحب ومع نرتقي. فاهلا ومرحبا بك مره أهلاً اخرى. اهلا وسهلا ومرحبا بكم ومرحبا مجددا بالساده المشاهدين. الله يسعدك ان شاء الله. يمكن موضوع الفقره او عنوان الفقره هي المرونه في العمل. نسبه لانه محتاجين مرونه في العمل. في نفهم معنى المرونه عباره عن شنو، كيف ممكن نتعامل مع المرونه، اهميه المرونه، النتائج المرجوه من المرونه بمشيئه الله تعالى. لكن قبل ما نغوص في عنوان المرونه في العمل، حاب نذكر مشاهدينا الافاضل بصفحتنا بالفيسبوك. نسبه لانه عايزين تشاركونا، تدوا اراء، مقترحات، اسئلتكم هنكون عبر انفاس الورد بالفيسبوك، او تشاركونا بالاتصال مباشره نسبه لمشاركه او ابداء راي او اقتراح او سؤال على ارقام هواتفنا 0183 40 77 77. الرقم الاخر 0183 43 87 99. اكيد هنكون بانتظاركم. ونرجع لضيف حلقتنا الاستاذ ايوب اسماعيل ادم. فاهلا ومرحبا بك. يا هلا وسهلا. الله يسعدك يا رب. حياكم الله. خلينا نشوف استاذ ايوب مفهوم وتعريف المرونه. خلينا نعرف المرونه عباره عن شنو. طبعا نحن جيل او شعب منطلقاتنا لنا الصدر دون العالمين او القبر. فدائما المساحات المحدده حتى في الافكار، حتى في مجال العمل، حتى في التربيه، حتى في كل المجالات، هي نقيض المرونة أو نقيض المساحة المسموح بها في تعريف المرونة. هي تلك المساحة التي تعطى للموظف أو للمؤسسة بتيسير أمور المتعاونين معها أو العملاء بما لا يخل بضوابط وأسس المنظمة أو أسس الشركة أو أسس المؤسسة المعنية. بالضرورة أن تكون هنالك مساحة يتحرك فيها الموظف لتيسير وتسهيل حركة العمل داخل المؤسسة المعنية، أو على مستوى الفرد هو تيسير وتسهيل الأمور والارتقاء بها من حسن إلى أحسن. عجيب. طيب المرونة في العمل، يمكن أخذنا الآن مفهوم وتعريف المرونة، إنه الواحد يتغاضى عن بعض الأشياء عشان يصير العمل يمشي بصورة أفضل، ممكن نقول كده، بما لا يخل عن الضوابط الأساسية. بما لا يخل. نعم. طيب الفرق بين المرونة والضعف، يعني عشان توصل رسالة إنك أنت مرن، أو لإيصال رسالة أنك مرن في التعامل، بعض الأحيان تفهم خطأ فيظن المتعامل معك أنك ضعيفا لا تستطيع أن ترد أو تتحدث بقوة وأنك ضعيف. هل يعني ما الفرق بين المرونة والضعف؟ المرونة دائما تتناول جانب الوسائل. إذا كان الإنسان محدد القايات والأهداف والمقاصد بالنسبة له ثابتة على مستوى الفرد أو على مستوى المؤسسة، بعد ذلك الوصول لتلك القايات والوصول لتلك المقاصد، هنا تأتي المرونة في الوسائل. يعني لا يضير الفرد أو لا يضير المؤسسة إذا رأت على أن تحقيق القاية المعنية أو تحقيق الهدف المعني يمكن أن يتيسر بأكثر من سبيل، بأكثر من طريق، لئلا أفوت حاجة الشخص المعني، لئلا أفوت الإنسان الآخر. هذه هي المرونة المعنية. على مستوى الفرد، الفرق ما بين المرونة والضعف، يعني الإنسان المرن ليس هو الإنسان الذي لا يستطيع أن يقوم بالدفاع عن نفسه، أو يقوم بواجباته الموكلة إليه، أو يقوم بأداء عمله بكفاءة واقتدار، بل المرونة تساعد على أداء المهام بكفاءة واقتدار. أما الضعف يختلف تماما اختلاف عن مسألة المرونة. فالشخص المرن هو الذي يستطيع التكيف في كل البيئات ومع كل الأوساط لتحقيق أهدافه وقاياته في الوقت المحدد لها وفي المجال المسموح به. طيب نحن ذكرنا الآن أستاذ أيوب إسماعيل آدم في أنه الواحد مرات بيتغاضى عن الأشياء، بيتغاضى عن الأخطاء عشان الأمور تمشي لقدام بصورة أفضل. نعم. بما لا يخل بمبادئ أو أسس المنظمة. طبعا ده باعتبار أهمية المرونة في العمل. أكيد طبعا. طيب أدينا بعض الأهميات الثانية ممكن الواحد يكتسبها من المرونة في العمل. إعطاء هذا الموظف
أو الشخص المعني الثقة في نفسه، الثقة على الإبداع والابتكارية وإيجاد الحلول، الثقة على تمثيل المؤسسة أو الجهة المعنية بأحسن وجه يمكن. الآن أنت إذا حددت للموظف أو الشخص المعني على أنه نحن مثلا نريد أرباح للمؤسسة المعنية، والأرباح هذه تتم، هذا الهدف. طيب الإجراءات في البيع والشراء أو الإجراءات في المعاملات المعنية، 1 2 3، شرط أن يكون مثلا عبد الرحمن لديه يحمل كذا وكذا وكذا وكذا، يحمل كذا وكذا وكذا، الغرض منها تحديد إثبات هوية عبد الرحمن في التعامل المعني. إذا فرضا على أنه أنا أستطيع أن أصل إلى إثبات الهوية وعلى أن أدرك الهدف والقاية تحقيق الأرباح للمنظمة، فينبغي أن المسألة دي ما تكون محل شد وجذب. الآن في تعاملنا مع كثير من المؤسسات تجد أن الموظف المرن هو محل أو محط إعجاب المتعاون أو العميل، يقول لك والله أنا مشيت للمؤسسة الفلانية والله لقيت ناس متعاونين جدا، متعاونين بمفهومنا البلدي أو مفهومنا العام، معناته أنه إنسان مرن. هو الأول يطلب منك مثلا شيء محدد، طيب ما استطعت أنا أوفي بالطلب الأول، يمشي معك الأخيارات، يعطيك بدائل، طيب ممكن كده ممكن كده ممكن كده، لتسهيل إجراء العميل أو الموظف، يضمن استدامة تكرار العميل للمؤسسة المعنية، يضمن الفوائد المرجوة بالنسبة للمؤسسة ما. لكن تجد أن الموظف الحرفي يقول لك كده خلاص أمشي تعال بكرة، أمشي جيب الحاجة دي وتعال. طيب ما في حلول أخرى، ما في بدائل، ما في خيارات. يعني بالضرورة إذا أراد الإنسان أن يرتقي بالعمل على كل المستويات، مستوى الفردي أو مستوى المؤسسة، لابد أن تكون هنالك مرونة إيجاد بدائل لتحقيق الأهداف المرجوة. طيب. يلا ده كلام كبير جدا أيوب. أستاذ أيوب، رسالتك من أهمية المرونة في العمل، إنه اي قائد او اي مدير او اي زول اداري مسؤول من موظفين يكون عنده اهمية صفة المرونة في التعامل مع الموظفين اللي تحته، يحاول هو يوجد البدائل والخيارات بحيث انه ما يثقل على الموظفين او الناس الشغالين معاه باشياء، يعني زي ما قلت بيشتغل يعني حرفي، انه يا تعمل كده يا خلاص ما في. كلام جميل. المؤسف انه ده موجود كثير جدا في مؤسسات. الان الموظف لما يكون عنده بدائل، لما يجي العميل ويحس انه هو قدم، يعني هي مسألة تنازلات لكنها مسألة خيارات، لما يحس انه قدم اكثر من بدائل بالنسبة للموظف المعني، يعني تشعر الموظف على انه هو يعني شخص اوجد حلول بالنسبة للعميل او الزبون او بحاول يساعده، بيكون في ثقة متبادلة ما بين الشخص الذي اوجد الحلول بطريقة ما، انت يعني تديه سقف انه انت يتصرف في حدود كده، هو اللي يوجد البدائل، حتى هذه البدائل يعني ما لا تكون حرفية بالنسبة له، تجعل منه شخص انه بيحاول يبتكر، يحاول ان يأتي بجديد، يحاول وفق ضوابط معين، يعني حول اطار، داخل هذا الاطار له حرية الحركة. لكن اكتساب المرونة بدءا استاذ ايوب، يعني اذا قلنا نوجه انه الانسان يكون مرن، كيف يتم اكتساب المرونة في البدء حتى يتم التعامل بها بعد ذلك؟ طبعا لئلا يغلب علي التخصص أو الطبع، هي مسألة تربوية في المقام الأول. يعني المرونة في العمل هي نتاج للمرونة الفكرية أو للمرونة التربوية، وإعطاء البدائل حتى في مسألة التربية هي من الأهمية بمكان. الآن نحن يعني كثير من الناس بينطلقوا من فهم الشيء ونقيضه، أو الشيء وضده، يعني يا أسود يا أبيض، يعني ما في رمادي، ما في ألوان الطيف في كل كثير جدا، حتى في بعض الأفكار عندنا الآن. يعني أنا بديت الكلام وقلت لك نحن يعني منطلقاتنا الفكرية لنا الصدر دون العالمين أو القبر، يعني بحيث أنه في مساحة كتير جدا ما بين الصدر والقبر، يعني ممكن تشيلنا كلنا. لكن في ناس يعني ناس حرفيين، يعني يا أسود يا أبيض زي ما أقول، حتى على مستوى الأفكار. الآن في ناس كتير جدا يعني يروا على أنه يا مؤمن يا كافر، يا صالح يا طالح، ما في وسط، وهكذا. مع أنه حتى الدين، حتى القرآن، يعني ربنا سبحانه وتعالى
ما معناته أنه الإنسان ده يعني ما مؤمن بالضرورة أنه يعني كافر، أو بالضرورة أنه شخص سيء، أو بالضرورة يعني في طيف يتحرك فيه الله. يعني القرآن يقول وهم يومئذ للكفر أقرب منهم للإيمان، يعني ما قال أنهم كفار ولا قال أنهم يعني هم أقرب. يعني لو جعلت على أنه من 1 إلى 100 تجد أنه في مساحة كبيرة جدا يتحرك فيها هذه المسألة الفكرية، وهذه ممكن تسقط على كثير جدا من مفاهيمنا في الحياة. فإذا كان الإنسان حتى على مستوى الأفكار، حتى على مستوى الآراء، عنده قابلية على أن يستوعب فكرة أنه ليس في الحياة فقط النقيضين الشيء وضده، وإنما في مساحة كثير. يعني حتى الآن يعني أنا ما أحب فلان، ما بالضرورة أني أكرهه، ليس بالضرورة. يعني حتى الكافرين لا نحبهم، لكن ما لا يعني هذا على أننا نكرههم. يعني ربما أن يكون في مشاعر أن نرثي إلى حالهم، أن نحزن على الواقع اللي هم فيه، أن كثير جدا ممكن أن تأتي بمشاعر مختلفة وليس النقيض بالتمام. إذا الإنسان يعني تدرب على هذا، الإنسان تربى على هذا، الإنسان منطلقاته الفكرية على أن هنالك بدائل، هنالك خيارات، هنالك مساحات يتحرك فيها الإنسان، بعد ذلك العمل هذا مترجم إلى الأفكار الموجودة في الحياة. فبعض الناس اللي بتلقاهم حرفيين يمكن أنه يعطل حركة عمل، أيوة والله، أو يعطل حياة الإنسان لشيء بسيط بسيط جدا. هذا ما يجعلنا نتوقع أنه كيف تكون المرونة. يعني إذا كان ماك يعني ممكن تؤدي إلى، تذكرت الحديث ما كان الرفق في شيء إلا زانه. نعم، يعني المرونة هي أن تكون سمحا مع الناس، سمحا، وأمر المؤمن سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. أنه إيجاد الأيسر والأنسب والأسهل بالنسبة للناس. يعني نحن أيام الحج مضت معنا قبل أيام، ومن أشهر العبارات التي نسمعها عند الدعاة والخطباء والسادة العلماء أنه النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الحج قال كان ما يسأل شيء إلا في ما يتعلق بالحج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. يعني حلقت قبل أن أرمي، افعل ولا حرج. رميت قبل أن أحلق، افعل ولا حرج. هذا التيسير الموجود. صحيح. الآن في بعض المؤسسات، حتى المؤسسات الربحية، خليك من المؤسسات الخدمية الموجودة بالنسبة للمواطن في المجتمع، حتى المؤسسات الربحية تجد أنه الالتزام الحرفي بالقوانين أو القيود يفوت على المؤسسة، ويفوت على الفرد، ويفوت على الهدف التي أنشئت من أجله المؤسسة، يفوت عليهم يعني مكاسب كبيرة جدا بسبب عدم استطاعة الفرد المعني على المرونة في الأداء، والمرونة في الحديث، والمرونة في التعامل. حتى نحن محتاجين بالجد يا محمد عبادي انه نعمل لنا دورات تدريبية، او مثلا الناس اللي معانا في المؤسسات عموما، في المنظمات، في انا اصحاب الدكاكين، اصحاب في القطاع الخاص والعام الحكومي، يحاولوا انهم يمشوا يعني في موضوع المرونة في العمل. زي ما انت قلت ممكن تضيع عليهم اشياء كثير جدا بدون ما يحسبوها حقيقة. الآن في أنا أقول وأنت تحكم السادة المشاهدين، يعني بعض الناس تجد يعني تدخل عليه يقول لك داير شنو، داير شنو، وآخر تدخل عليه يقول لك كيف أساعدك، أو بماذا أستطيع، أيوة بماذا أستطيع أن أخدمك. في مجتمعات يعني هذه ثقافة لغوية وثقافة تربوية تقدموا على تعلموا على وتربوا على، لكن اللي بيكون في الجريدة يقول لك داير شنو، وبيقبل عليك بابتسامة مع أنه ده دين، تبسمك في وجه أخيك صدقة. وسمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، وسمحا إذا اقتضى. الآن أنت بتيجي مؤسسة عاوز تديهم قروش، تديهم قروش، يعني هو أصلا مؤسسة دي أنشئت لأجل الأرباح، وأنت داير تديهم قروش. نحن ديننا، منطلقاتنا العقدية والفكرية، ينبغي أنه يعني مثل هذا الإنسان أنه تبتسم في وجهه، أن ترحب به، أن تعمل معاملة حسنة بأعلى ما يمكن، لكن لا نفعل هذا. طيب نحن الآن ماشيين كويس، عرفنا المفهوم وعرفنا الفرق ما بين المرونة والضعف وأهمية المرونة في العمل وكيفية اكتساب المرونة. طيب
لأصحاب البقالات أو أصحاب المؤسسات أو المنظمات وغيرهم من اللي بيكون عندهم تعامل مع المجتمع عموما. نحن ما بنقول إن المرونة دي عبارة عن ضعف أو مثلا ممكن يكون عبارة عن تساهل في أشياء. في ناس عم ما بيعرفوا يفرق ما بين الجدية وما بين المرونة، فباعتبار التساهل في الأمور وبعض الأشياء عبارة عن عدم جدية. يقول لك أنا زول كده باعتبار زول ما جادي في العمل. لكن احنا بنحب نوجه رسالة منك انت الان للشخصية دي او الاشخاص اللي بيفكروا بالطريقة دي، انه في نتائج مرجوة متوقعة من المرونة. ممكن يكون شكلها كيف؟ طبعا نتائج كثيرة جدا متوقعة منها. قبلها اقول على انه لا يفهم على انه الشخص المرن هو المتساهل في كل شيء. يعني ليس هذا، في سقف محدد اللي هو إذا ما بيجي الكلام عن الثوابت، عن القيم الكبرى، يعني المسلمات بالنسبة للشخص الماء هنا لا يأتي فيها تساهل، لكن التساهل يكون فيما دونها. استشهد عشان الصورة تكون أوضح في غزوة أحد، لما هزم المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم طلع بالصحابة على جبل أحد، وجاء أبو سفيان مزهو بالنصر وبقى يتحدث بها على صوت، فقال هل فيكم عمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل فيكم محمد؟ بصوت عالي هل فيكم محمد؟ صلى الله عليه وسلم لم يرد ومنع الناس، صمتهم، ما في زول يرد عليه، لأنه أشيع الخبر على أنه النبي صلى الله عليه وسلم قتل في أحد. نعم. فأبو سفيان عاوز يتأكد هل فيكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ولم أحمد برد. ليس معنى هذا أنه جبن أو خوف، حاشا. هل فيكم أبا بكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم صمت. هل فيكم عمر؟ هذه كلها النبي صلى الله عليه وسلم يريد. الآن هدم المسلمين، المعنويات تعبانة جدا، خلاص المعركة انتهت بالهزيمة، ولو أنه الناس تحامقوا على أنه يدخلوا تاني، نعم ونحن موجودين إلى الآخر، بتكون النتيجة أسوأ. نعم. فإلى الآن في أشياء يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرن فيها. فلما فهم على أنه الناس دي خلاص ما فيشين، فقال أعلو هبل. قبل شوية النبي كان مسكت فيهم أنه ما يرد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ألا تردون؟ ألا تجيبون؟ قالوا ما نقول يا رسول الله. قال قولوا الله أعلى وأجل. لما كان الحديث عن بعض الأشياء التي يمكن أن يكون فيها مرونة تعامل معنا، لكن لما وصل الحديث إلى الكلام عن الثوابت، عن القيم الكبرى، عن المسلمات الرئيسية، النبي أمر بالرد، وبعد ذلك صاح المسلمين والمسلمون، وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر على أنه نحن موجودون والله أعلى وأجل وقتلانا في الجنة إلى آخر القصة المعلومة لدى السادة المشاهدين. فأريد أن أقول على أنه الشخص المرن ربما يتساهل في كثير من الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم كان متساهل في، يعني السيدة عائشة تقول ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يعني إذا كان هذا إثم أو كان مسألة، يعني كل حياته، يعني كان أسامة بن زيد بالنسبة له الحب ابن الحب يعطي، لكن لما سأله في مسألة القامدية أنه أسامة تشفع في حد من حدود الله التعنيف المسألة. فالمرونة في حياة الناس، في حركتنا العادية، أن الإنسان طالما أنه هذه المسألة لا تمس القيم الكبرى، لا تمس المهام التي أنشئ سواء كان على مستوى الأفكار والقيم أو على مستوى المؤسسات الربحية أو المؤسسات التجارية أو المؤسسات الخدمية، قطعا في دستور كل مؤسسة هنالك أهداف عليا، أهداف كبرى أنشئت من أجلها. حركة الموظف أو حركة الفرد إذا كانت تخدم
الهدف بأي شكل من الأشكال. هنا تأتي المساحة التي يتحرك فيها الموظف، وتأتي المساحة التي يتحرك فيها بحرية لإكثابه الثقة، لترقية أفكاره، لأن يأتي بالابتكارات، لأن يأتي بالجديد، لأن يأنس في نفسه الثقة والكفاءة، لأن يكون مؤهل يوم من الأيام أن يدير هذه المؤسسة. كل هذه تسمح به المرونة. لكن إذا أتى إلى المساس بالسلبيات، سلبيات المرونة، هنالك من يتجاوز مسألة المرونة المتزنة إلى أنه يكون مرنا إلى نهاية، إلى ما لا نهاية. فسلبيات أن يكون الشخص مرنا جدا، بالتأكيد تضيع عليه الكثير، أليس كذلك؟ ربما أنها تضيع عليه الكثير، لكن ليس في الغالب، لأنه الفوائد منها أو الإيجابيات كثيرة جدا في الشخص المرن في كل تعامل حياته. والآن ده واقع نحن نعيشه. المؤسسة المرنة، الشخصية، الأفراد المرنين هم أكثر سعادة في الحياة، أكثر مقبولية لدى المجتمع، أكثر إنتاج، أكثر توفيق في حياتهم العادية. بعض السلبيات ينبغي أن أثناء التعامل المرن الإنسان يوصل رسالة على أن هذه لها سقف محدد، يعني بطريقة أو بأخرى الإنسان يتحدث مع الشخص الآخر أو مع العميل على أنه هذه المسألة ضمن إطار، يعني لا ينبغي أن تكون مفتوحة إلى ما لا نهاية. لو ظن الآخر أو لو ظن العميل على أنه أنت متسامح إلى ما لا نهاية، إلى ما حد، ربما تكون هذه من السلبيات، يستقل هذه الفهم الخاطئ للإضرار بك على المستوى الفردي، أنه لك يا أخي الزول ده ما عنده مشكلة، يعني مسامح في كل حاجة. فبالتالي نحن لذلك من المقولات الشهيرة جدا يقول لك احذر غضبة الحليم. فالحليم هو الشخص المرن، يعني بصورة أو بأخرى متسامح في كثير جدا، لكن لو أوصلته إلى الحد الذي به أن تهبش المسلمات بالنسبة لديه، لو غضب حيكون شيء يعني سيء جدا. تمام. صحيح. طيب يا أستاذ أيوب، نحن نتكلم عن المرونة في العمل. نعم. طيب المرونة في العمل نحن من نقصد به المرونة في الشغل بالتحديد، يعني مكان العمل واوا إلى آخره، لكن ممكن نأخذ منه ننزل منه فرع بسيط كده للمرونة في العمل أو في المنزل، ممكن نقول يعني فيه تعامل بسيط. الرسائل أو الأشياء نحن بنتكلم عنها دي كلها ما ممكن بس يكون بس في الشغل، حتى ممكن يطبق في البيت. نعم. الكلام جميل. الحدة معروف إنها نقيض المرونة. نعم. طيب لياتو مدى يمكن للحدة إنها تضر بالعمل؟ إلى حد كبير جدا، إلى أبعد ما يمكن أن تصوره الإنسان. يعني كل النتائج السلبية اللي ممكن أن تضر بالعمل مسألة الحدة والغلظة. طيب في مثال، في قصة ممكن نسمعها أو في حاجة ممكن تتضح لنا منها الصورة دي؟ الواقع بيشهد بنماذج كثيرة جدا على أنه الآن في بعض المؤسسات أو بعض الشركات الخاصة، وقد يكون السادة المشاهدين كلهم جربوا التعامل مع العملاء، وده المدربين طبعا على مستوى عالي جدا، نقول شركات الاتصالات بصورة عالية جدا، يعني كثير من السادة المشاهدين الآن يعني أمر ما جعلهم أنهم يتصلوا بأحد عملاء شركات الاتصال. فطبعا الرد منهم يعني حدد عين التلفون يا ربي، يعني الزوج العالي والرقي والمرونة في الكلام، ونقدر نساعدك بشنو والحلول، وعندنا تاني أشياء أخرى، وعندك إشكالية أخرى نقدر نحلها عليك وإلى آخر. وفي المقابل يعني عشان ما يزعلوا بعض الجهات ما نسمي، بعض الإنسان يمشي عشان ما يتعامل في مؤسسة ما أو في مصلحة ما أو في جهة ما، يشوف رد الموظفين أو تعامل الموظفين بالنسبة له يكون كيف. اختلاف. فشيء يعني مفارق تماما. والآن كثير من الناس بيقول لك يا أخي نحن كأفراد الوطن وكأفراد المجتمع في بيئة خارجية يعني بنتعامل بتعامل راقي جدا وتعامل مرن وتعامل ممتاز جدا، هنا عندنا التعامل بيكون بصورة مختلفة. فدي ثقافة مؤسسات أو ثقافة مجتمع على مستوى الأفراد يمكن الناس أن يكتسبوها بكل يسر. هذا يقودنا على مستوى الأفراد، يعني الشخصية الجادة كيف لها أن تكون مرنة في نفس الوقت، يعني يكون جاد ويكون مرن في ليس نفس الوقت. هنالك تناقض ما بين الجدية والمرونة، يعني ليس بالضبط أو صحيح أن يكون الشخص المرن هو شخص هزلي،
ليس هذا معنى أنه الشخص المرن أو المرونة التي نعني هي أن يعطي الإنسان تسهيلات أو أن يعطي الإنسان أيسر الحلول بالنسبة للشخص الآخر المعني. فربما أن يكون الإنسان في منتهى الجدية، لكن هذه الجدية لا تعني الحرفية على نمط واحد أو على حل واحد. فأنا لما أكون مرن فيما يعني بيجيني شخص عنده مشكلة شخصية أو مشكلة تتعلق بالمؤسسة أو مشكلة تتعلق بالشركة، فأنا أعطيه حلول وفق الرؤية التي لدي في ضوابط المؤسسة. يعني لا يعني أن إنسان هزل، لا يعني أن إنسان فوضوي، قد يكون جاد وانتهى جدي، لكن أعطي عدد من الخيارات من الحلول. وكل شخص سبحان الله في طبيعة التربية أو في طبيعة الإنسان، يعني لو أعطيته خيارات عدد من الخيارات وهو في النهاية بيمشي منك مبسوط جدا. جميل. على أنك أنت أعطيته حرية، والحرية هي مقصد الإنسان الأسمى والأعلى والأول، أن يكون هو لديه حتى حرية الاختيار، حرية البدائل، حرية أن يخير بين هذا وذاك في إيجاد حل. هذه هي المرونة المعنية. جميل. يمكن نحن وصلنا إلى ختام هذه الفقرة. المرونة في العمل كلمة تحتاج إلى الكثير من التوقف عندها وتنفيذها بالشكل الذي يضمن طبعاً العمل بشكل كتابات كثيرة لطيف. جداً تحدثت عن المرونة في العمل، مرونة المؤسسات كتبت عنها، أطروحات دراسات عليا وكثير على الإنترنت موجودة كثيرة جداً، يستطيع الإنسان أن نرجع إليها ونجد فيها غنية عن كثير من الأشياء التي لم نتطرق لها في هذه العجالة. تحدث الناس عنها، وهنالك إحصاءات والشركات التي تتسم طبيعة الموظفين فيها وطبيعة المدراء بالمرونة، وأيهم أكثر، هل بعض الناس يستقلوا مسألة المرونة في التكاسل عن العمل أو العكس، هل المرونة تعني لو أن الموظف يعني لديه أكثر من مهام في العمل أو لديه أكثر من صفة لئلا تتعطل حركة العمل بقياب أو بسفر موظف ما. ودي كلها أشياء يمكن تعود على الناس بالخير والنفع. جميل، نتمنى ذلك. كلمة أخيرة لكل من يشاهدنا ويتابعنا، ماذا يمكن أن نقول ختاما على المرونة؟ لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام، وهو ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالمرونة أن يسهل الإنسان على حياته وعلى الآخرين بأن يختار الأيسر له ولغيره. جميل، شكرا. يكون مرنا في تعامله مع أبنائه، مع زوجه، في بيعه وشرائه واقتضائه، كما نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. شكرا جزيلا أستاذ أيوب إسماعيل الباحث الاجتماعي، كنت ضيفا معنا في هذه الحلقة من أنفاس الورد على مدى ساعتين من زمان في موضوعين مختلفين. شكرا جزيلا لكم، انا شاكر لكم كثيرا جدا.